بالشراكة مع في البداية مع صيدال، ولكن اليوم أرداف راهي موجودة بوحدها في المشروع هذا. للتاريخ، الأرضية هذه وضعت لإنجاز مصنع أنسولين بالشراكة مع نوفو نورديسك وصيدال. لازم تعرفوا باللي أنداف خلقت في سنة 1994، أي كان بروتوكول داكور باتفاقية ما بين صيدال ونوفو نورديسك لإنجاز مصنع أنسولين في الجزائر. ولكن من الوقت هذاك لليوم، ديروا حسابكم من 94 واليوم أنا في 23، ولا مصنع أنجز من طرف أرداف ولا من طرف نوفو نورديسك. معليش حنا طوينا الصفحة لأن فيه حاليا إرادة أخرى من طرف نوفو نورديسك، بيسك راهم طالقوا بمصنع تركيب أقلام الأنسولين في بوفاريك، ولكن الجماعة اللي تبعونا يخي أعطينا لهم مهلة من هنا ألف لسنة 2024 لازم يكونوا ينتاج الأنسولين فول بروسيس في بوفاريك. رانا ننتظروا إن شاء الله.